استأذن حضرتك يا فندم، الاتحاد يقوم بافتتاح محور طمع على النيل. السيد المحافظ الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج، والمهندس احمد قبيسي المشرف على المشروع من وزاره النقل الهيئه العامه للطرق والتبادل. خلال شهر، معرفش الشهر ده كتير ولا مش كتير، لكن خلال شهر ناخد تمام بالموقف بمنتهى الامانه. وبالمناسبه انا هعرضه كده، هعرضه قدام الناس في مصر كده. احنا شايفين كلنا ده، احنا وانا ده انا منكم وكنت عايش في الكلام ده وشايفه وعارفه كويس، بس احنا مش هنسيبه كده. افتتاحه السيد المحافظ عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والمهندس محمد وزيري المشرف على المشروع من قبل وزاره النقل للهيئه العامه للطرق والتبادل. الكبارئ اللي عمرها اكتر من 10 سنين وتتاكد من مستوى الكفاءه والصيانه اللي فيها والسلامه اللي موجوده فيها. الكبارئ اللي اكتر من 10 سنين Thank you.
كوبري محور التعمير يا فندم السيد نائب محافظ اسكندريه احمد جمال محمد والمهندس محمد عبد الله المشرف على المشروع من الهيئه العامه للطرق والكباري وزاره الماء. اتفضل يا فندم. دولة قلت لكم 30/26 هنقدم لكم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي كانت موجودة فيه، وده جهدكم، ده جهد المصريين وجهد الحكومة، محدش بيعمل حاجة لوحده. كوبري بلطيم يا فندم على الطريق الساحلي، الدكتور اسماعيل محافظ كفر الشيخ والمهندس محمد عماد من وزاره الماء المشرف على المشروع.